السلام عليكم شباب. النهارده كده يعني عملت الفيديو خلاص كده نزلته، عايز اوضح لكم كده نقطه بسيطه جدا. الفيديوهات زي اللي كنت اعمله لكم اكتر 10 مطارات في العالم، ده الفيديو ده نزل وفيديو برضو الفلوج نزلت طبعا من زمان الساعه 10 الصبح كان مرفوع. ادخلوا طبعا شوفوا الفيديوهات دي. عايز كده اكلمكم في نقطه، اقول لكم ايه النقطه. الفيديوهات الجيمنج في نوعيتين من فيديوهات الجيمنج، فيديو جيمنج كمبيوتر وفيديو جيمنج اندرويد. انا بعمل الاثنين. نتكلم بقى شويه في ما يتعلق بالفيديو جيمنج. فيديو جيمنج انا ممكن اعمله نوعيتين. النوعيه الاولى ان فيديو الجيمنج ده اعلق فيه تعليق صوتي، وفي برضه فيديو جيمنج تاني ممكن اسجل شاشه ككمبيوتر او كاندرويد يعني ما اتكلمش فيه او العب عادي، وبعد كده بنعمله تسجيل الشاشه بنسجله وبنعمل فيه المونتاج بتاعه وبنرفعه. ما انا يعني مش عايز اعمل فيه تعليق صوتي، يعني انا بحس اللي هو ما مش يعني مش جيد، لا بنخليه بصوته الطبيعي، بنخليه لو لقيت مثلا عربيات بيبقى ال 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 الجرافيك بتاعها مش جرافيك، لا صوت العربية صوت كده بيبقى تحس اللي هو في جو يعني. لكن لما انا اعمل تعليق صوتي اولا انا هخفي صوت العربية، غير كده بياخد مني وقت كبير جدا. ما انا شايف من وجهة نظري برضو اكتبوا تحت في الكومنتات، وانا هعمل احصائية كده واشوف مين عايز كده ومين مش عايز كده. وانا يعني حتى برضو انا حتى لو مش حاجات والله تعب في الفيديو، لا انا حاسس كمان اللي هي احسن. ما انا برضو اكتبوا تحت في الكومنتات وان شاء الله يعني براحتكم. وبصوا الفتره الجايه دي اصل انا مش هعمل تعليق صوتي، يعني مش هعمله، انا مش حابب اللي هو التعليق الصوتي الصراحه، ما عشان بس لما انزل فيديو زي ده مش تستغربوا او ما حدش يكتب لي تحت في الكومنتات هو انت ليه زيد عم مش عامل تعليق صوتي، ليه مش عامل تعليق صوتي، لا انا متعمد انا معلش ما عملش تعليق صوتي. تاني نقطه احب اتكلم فيها النهارده ان خطة الفيديوهات بتاعتنا يعمل فيديو في اليوم على حسب قدرتي. يعني انا النهارده عملت 3 فيديوهات في اليوم، كنت فيديو بتاع الفلوج كنت مسجله امبارح وقمت بقى كنت طبعا تعبان جدا ما نمت وكده، وقمت من النوم ظبطته منتجته كان نزل على الساعه 10 11 بمعدل فيديو او فيديوهين في اليوم. ما لما اجي اعمل فيديو او فيديوهين انا كده ماشي بمعدل جميل جدا، يعني فيديو كل يوم يعني معدل 30 فيديو في الشهر، يعني مش تستقلوا بيهم يا شباب. لو كل فيديو انا بزود، لان انا دلوقتي في مرحله انتشار. مرحله الانتشار دي لازم يبقى في فيديوهات كتير، ما ينفعش اجي اقول لكم وصلوا 1000 مشترك وانا عامل 3 4 فيديوهات في القناه، لا ما ينفعش. انا مين اللي هيشوفني من غير لا يبقى في انتشار؟ ما انا بس حبيت اوضح لكم النقطتين دول. اول حاجه مش هيبقى في تعليق صوتي في الفيديوهات بتاعتنا. تاني نقطه اللي انا ممكن اعمل فيديو او فيديوهين كل يوم، وتضمن الفيديوهات دي فيديو معلومات عامه زي اللي انتم كنتوا شايفينه دلوقتي ده، او فيديو جيمنج. اتمنى يكون النقطتين دول وصلوا لكم، او يعني حبيتوا النقطتين دول. انا كنت بمعدل في الاسبوع بعمل 3 4 فيديوهات، بس المعدل ده ما عجبنيش لانه لقيته ما بيجيبش نتيجه. وغير كده شباب انا زعلان منكم في حاجه برضه، انا لما اجي كنت واصل ل 300 مشترك او 300 والله مره 344 مشترك، يعني هي مش مزعلاني ولا حاجه، يعني ما اللي عايز يرغي الاشتراك يرغيه برضه يعني حريه. المهم كنت في 300 مشترك، نزلت لقيت مره واحده او 344 لقيتها 255. انا دلوقتي 255 مشترك، يعني ما ينفعش. انا شباب بتعب والله في القناه، ويعني شايفين انا مظبط لكم القناه، بعمل سيرفر، اعمل فلوجات، اعمل فيديوهات معلومات، اوضح لكم نقط انا عايز اعملها على القناه، اجيب اي حاجه ابينها لكم او اقول لكم فائدتها او كده. يعني شغال يا شباب في القناه، ما يا ريت توصلوا 1000 مشترك، والله بايديكم توصلوا 1000 مشترك وسهله يعني وكده. اتمنى يكون الفيديو واضح لكم. يلا مع السلامه.